السيدات والسادة، رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس الجمعية العامة، السيد سكرتير عام الأمم المتحدة، السيد مدير عام منظمة الصحة العالمية، السيدات والسادة، يسعدني مشاركتكم اليوم لمناقشة قضية توفير الرعاية الصحية الشاملة في الوقت الذي ما زال نصف سكان العالم يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والملائمة، بما يؤثر على جهودنا الجماعية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان حياة صحية، لا سيما الهدف الفرعي الخاص بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. ومن ثم يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقا رئيسيا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة. وأود في هذا السياق تأكيد أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية. وأود في هذا الصدد التعبير عن التقدير لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة 2019-2023 التي ترتكز على مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون